الضفة الغربية المحتلة والتي تشهد عدوانا متواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها اليوم السادس على التوالي، حيث أغلقت قوات الاحتلال اليوم بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طول كرم. يأتي ذلك تزامنا مع عدة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لعدد من المناطق في نابلس ورام الله والبيرة بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة وسيدة اعتقلها الاحتلال رهينة، إضافة إلى طفل وأسرى سابقين وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني. وأفاد البيان بأن الاحتلال اعتقل 130 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى رام الله، ومعنا ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، بعد التحية، ما هي سلسلة الاعتقالات؟ يعني هناك اعتقالات لطفل ولامرأة، ما سبب هذه الاعتقالات المكثفة على منطقة جنين؟ نعم، لا زالت العملية العسكرية مستمرة لليوم الثالث على التوالي في مدينة جنين، وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المتمركزة على أكثر من حي من أحياء مخيم جنين والمدينة. كان هناك انفجارات تسمع بين الحي والآخر من داخل المخيم. ايضا نتحدث عن دوار السينما التي تم تجريفهم بشكل كامل والاعتداء على الصحفيين من تواجدوا بهذه المنطقه، ونتحدث ايضا عن هناك تفجير لعدد من المنازل في عده احياء السبران والغبز وغيرها من المناطق وايضا في مخيم جنين. لا زالت العمليه العسكريه مستمره، ولا زالت قوات الاحتلال تقوم باعتقال الفلسطينيين، حيث كان هناك عشرات الفلسطينيين جرى اعتقالهم، الذي تاكدت منهم هيئة شؤون الأسرى والمحررين تحدثت عن أكثر من 130 فلسطيني على الأقل في مدينة جنين وأيضا في مخيمات طول كرم وأيضا في مخيم الفارع، الذي أيضا شهد خلال هذه العملية العسكرية الموسعة والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي ولا زالت مستمرة. الآن قوات الاحتلال تقتحم مدينة طول كرم وأيضا تحاصر مستشفي الزكاة وأيضا مستشفى ثابت الحكومي، وهناك انفجارات تسمى في مخيم طول كرم في حارة البلاونة، واشتباكات ما بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال التي أعادت اقتحام مدينة طول كرم وبتحديد مخيم طول كرم. شهدت هذه العملية العسكرية في البداية اقتحام لمخيم نور شمس، وأيضا كان هناك قصف للطائرات المسيرة، عدد من الشهداء في مخيم نور شمس. الآن العملية العسكرية أعيدت من جديد اقتحام مدينة طول كرم، ولا سيما مخيم طول كرم الذي شهد بعد أيام من هذه العملية العسكرية الموسعة اقتحام لهذا المخيم. الآن نتحدث عن اقتحام جديد لمدينة طول كرم ومخيمها، وأيضا نتحدث عن الانفجارات التي تسمع بين الحين والآخر داخل مخيم طول كرم واستهداف لقوات الاحتلال وتجريف للبنية التحتية. ولا هل تعتقد بأن اليوم هو الأعنف في يعني الهجوم على المناطق المتفرقة والمدن المتفرقة في الضفة الغربية؟ منذ يوم الأربعاء لا زالت العملية العسكرية مستمرة، نحن نتحدث عن 6 أيام حصرت فيها مناطق الشمال وخاصة مخيمات شمال الضفة الغربية، لا سيما وأيضا مدينة الخليل التي شهدت أيضا تطويق أمني مكثف وتضييق حصار مطبق على الفلسطينيين في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، وذلك بسبب وجود 3 عمليات متتالية في مدينة الخليل. نتحدث عن عملية غوش عطسيون، وهي كانت مركبة مفخخة وكان هناك انفجار لها وأصيب وقتل فيها لواء من اللواء لجنود الاحتلال، وأيضا نتحدث عن عملية كرمتسور وهي مستوطنة جاثمة على أراضي الفلسطينيين ما بين حلحول وأيضا بلدة بيت أمر، وضحت رؤية. نعم، ولاء السلامين، لضيق الوقت أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله.